الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هذا اليوم بفضل الله تعالى نأتي لزيارة أحد الآبار مع المتوضئات الذي يخدم هذه المدرسة والمسجد، طبعا قرية كاملة. هنا يوجد متوضئ بفضل الله تعالى، تاريخ اليوم هو 18/11 اليوم الرابع لزيارة المدانية. هذا البئر هو عبارة عن متوضأ تقريبا له سنتين وثلاث شهور من فاعل خير من معاوية فلسطين. بفضل الله تعالى البئر يعمل ويخدم قرية كاملة هنا ويخدم كل هؤلاء الطلاب بفضل الله تعالى. هذه حنفيات من سيارة كل الوقت، حنفيات قوية كل الوقت. هاي هون الطلاب يستعملوا لا ضوء لا حمامات لا كل شيء. الله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذا البير بير التوازي يخدم عمر طويل بفضل الله تعالى، يعمل عشرات السنين يعني بإذن الله على طول.